كيف الكل بيعرف يدخل على عن طريق الكود صح؟ دكتور أنا كنت ناسية، بعدين يعني تذكرت وحكيت لهم كيف، يعني بعثت لهم سكرين شوت إنه كيف يدخلوا، وهلا ببعث لهم رابط المحاضرة كمان. ثواني دكتور، هي بعتنا الرابط على الجروب، يعني هسه الكل يعني بيعرف عنه ان شاء الله. طيب خلينا نسكر عن الكاميرا تعيتي، اعمل تسجيل. يعني شو راح نحكي اليوم ان شاء الله، نرجع نحكي مره ثانيه بكره، يوم بكره للشعبه الثانيه. انا ضايف هذا لك all sections، يعني الشعب الاولى والثانيه بيقدر يدخلوا صح. ف خلينا ننسق نشوف كيف، يعني ضروري مثلا، يعني اليوم طلعت وانا بصراحه بكره حاب برضو اطلع، يعني اعيد نفس هذا الحكي وبرضه اشوف طلاب جديدين، بس ما بعرف later on اذا يمكن خلص مره واحده بتكفي على الشعبتين، كونه هلا كل الشعب بيدخلوا. يعني بالنهايه يمكن نقررها later on. حد اطلع منكم على السلبه؟ في طلاب مش عارفين يدخلوا؟ طيب هي اول مره بتغلب، يعني خليني اشوف اذا في حدا pending. لا والله الكل داخل. دكتور العدد عم بيزيد، هيو يعني لا بس طال واحد طيب هلا موضوع الفارماسي براكتس طبعا سجلت انا لسه. اوكي ستارتد. هلا موضوع الفارماسي براكتس ككورس، هو بتعرف انه هو 3 كريديت اور، مزبوط هو 3 ساعات هذا الكورس، ويعتبر مستوى اي سنه؟ سنه خامسه مزبوط. دكتور يعني معناته الهدف من هذا الكورس انه تو بريبير ستودنتس يكونوا عندهم الكومبيتنس الكافيه، سكيلز كافيه، حتى تو جيت ذيم سيلفز انكوربوريتد بالبروفيشن اوف فارماسي. Whether you are decided انك تروح على الكوميونيتي فارماسي، decided تروح على الهوسبيتال فارماسي، تشتغل بشركه ادويه، تشتغل بهيلث كير فاسيليتي معينه. اذا هذا الكورس موجود في هذا المستوى من الدراسه، يعني almost يعني near graduation، عشان انت تشوف like where you at in terms of knowledge, skills, competency، عشان انت تكون قادر انك تطبق المعنى الصحيح للفارماسيوتيكال كير. هلا بالنسبه يعني الاسم pharmacy practice، مين بيقدر هيك يعطيني definition بسيط للpharmacy practice؟ يعني الكورس تاعنا اسمه pharmacy practice، يعني is it هذا الكورس تتوقعوا concern about all aspects regarding the practice of pharmacy؟ اكيد. يعني اهم aspect مين بيحكي لي ايش هي in our profession؟ مين بيحكي لي اهم aspect in our profession؟ اللي هو الموضوع تاعنا اليوم pharmaceutical care. pharmaceutical care how to deal with patient، يعني كيف تتعامل مع المرضى بشكل عام، كيف تتعامل مع المرضى. هلا كل هاي الاشياء البوزيتيف اللي انتم هلا بتفكروا فيها in a way or another بتيجي ب definition pharmaceutical care. هلا اذا احنا بنرجع شوي اوكي to the history، ايش pharmacist the main role of pharmacist كان اوكي decades ago؟ هل تتوقع كان العلاقة mainly بالcompounding of medication؟ أكيد كان يعمل compounding of drugs, dispensing medication، وستيل طبعاً إحنا بنعمل dispensing مزبوط. بعدين صار في تطور، صار يدخل patient education، استعدادات هلا عم بتحركوا صح؟ patient education
اوكي بعدين صار pharmacist involved اكثر بالpatient، خلينا نحكي الpatient side، صار يلعب دور بالmedication profile review اللي بتسمعوا MTM medication therapy management، اوكي DRU drug review or utilization review، وفي many many behavioral aspects من الرول تاع الفارماسيست بالمستشفى. اذا انتقلت لترانزيشنينج من being a compounding medications to dispensing these medications للمستشفى او للمريض او للهيلث كير بروفايدر، حتى بالنهايه توصل للمريض، to patient education then to review the patient medical record وال patient status وال medication وال home medication وال current medication وال drug drug interaction. انتقال للكلينيكال فارماسي، شو معنى كلمة clinical pharmacy؟ مين بيعرف clinical pharmacy؟ شو يعني clinical pharmacy؟ You are dealing with the patient using all the clinical means، يعني الصيدلة السريرية. Okay, you are dealing with real patients. أنت بتروح على المستشفى. Okay, you see the medical record. You see the you ask the patient about the chief complaint. You get more information, history, medication, current medication. You check the chronic and acute indication. Why we have this patient in the hospital at the moment? Okay, so تتعاون مع الدكاترة، مع المريض، مع أهل المريض، لحتى بالنهاية إنك ترسم pharmaceutical plan. هلا اخر او اكثر شيء متطور في عمليه المهام الصيدلاني، اوكي ذا موست ادفانس، وخلينا نسميها اتس ذا هارت اوف فارماسي بروفيشن، هي فارماسيوتيكال كير. وكلمه فارماسيوتيكال كير اهميتها انه هاو از ا فارماسيست كان اي ديفلوب اند هيلب بيشنت تو ديفلوب ا فارماسيوتيكال بلان. هاي الفارماسيوتيكال كان بتكون بناء على تفاعلي مع البيشنت، تفاعلي مع الاذر هيلث كير بروفايدر، عشان بالنهايه تو اتشيف هيلث اوتكمز. ايش هذول هيلث اوتكمز؟ كيور، بريفنشن، يو الليفييت السيمبتومز، اوكي يو سبورتنج البيشنت، بالنهايه يو ار جوينج تو سبورت البيشنت كواليتي اوف لايف. اذا لاحظوا المصطلح فارماسيوتيكال كير هو مصطلح شمولي تتوقع؟ Is it like encompassing all the previous concepts؟ مين بتوقع pharmaceutical care؟ هل هو مصطلح شمولي؟ دكتور شمولي. إذا ليش لأهميته؟ Like imagine you are going to interact with the patient, healthcare provider, to draw a pharmaceutical plan عشان تحط objectives and outcomes. تحقيقك لهاي الاوتكمز، اوكي يعني تحقيق لهاي الاوتكمز راح يكون بالنهايه هو فيها مصلحه المريض، to optimize patient outcome health outcome to increase the quality of life تاعت البيشنت. اذا بالنهايه المحصله الاخيره اوكي انه انت you are going to improve quality of life patient outcome، تقلل adverse effect، increase the medication effectiveness و decrease the medication، خلينا نحكي side effects أو increasing in another word the safety profile للميديكيشن. هذا كله تحت تعريف the pharmaceutical care. هلا بنسأل طب إحنا ليش ما استخدمنا هذا المصطلح previously؟ ليش ما كان pharmacy يعمل compounding بعدين dispensing ومباشرة إجا عندنا pharmaceutical care؟ نحكي actually the concept of pharmaceutical care إجا بعد مراحل من البحوثات السريرية، بعد مراحل من التطورات اللي دخلت على المهنة تاعتنا، أوكي، ومن مراحل من التحديات اللي إحنا واجهتنا. هل تتوقع البروفيشنال فارماسي بتواجه تحديات؟ مين بتوقع إنه في عنا تحديات بالمهنة تاعتنا؟ هل تتوقع نيو ميديكيشنز؟ طبعاً دكتور. تطور التكنولوجيا نفسه تحدي. اوكي تطور الادويه تحدي، تعدد الادويه تحدي، وجود انواع من الادويه زي البايو ايزومرز وال ديفرنت تايب اوف ميديكيشنز تختلف توتالي عن تراديشنال ميديكيشن، هذا تحدي. اوكي قدرتنا الكوست تاعت الميديكيشن هذا يعتبر تحدي. الكومبلكسيتي اوف ديزيزز تحدي. الهيلث كير خلينا نحكي الهيلث كير سيستم تاعنا تطور، اوكي البيشنت لايف اكسبكتنسي ازدادت، كرونيك ديزيزز ازدادوا، صار في كومبلكسيتي، صار يجيك مريض عنده سكري وضغط وعنده دي في تي
وعنده بياخذ 20 or 15 or 20 medication. إذن complexity, تطور التكنولوجيا, اوكي, صناعات الأدوية المتطورة, وجود different medications for the same disease, اوكي. إذن هاي كلها التحديات خلقت منها, بالإضافة لوجود الأبحاث, اوكي. طبعا شو أهمية الأبحاث؟ إنه to answer our clinical question, اوكي, which is better, ACE inhibitor مثلا or beta blocker لpatient عنده مثلا heart failure, which is better مثلا إنه أعطي patient vitamin D وكالسيوم لpatient ماشين مثلا على corticosteroid to prevent مثلا osteoporosis. هاي الأسئلة clinical questions مين جاوبها؟ البحوثات اللي إحنا بنعملها, اوكي. إذا البحوثات, التطورات في المهنة, التحديات أدت إنه to the creation of هذا المصطلح واللي هو pharmaceutical care. طيب إذا pharmaceutical care صار الهدف منه دائما وأبدا إن أطلع على النتيجة النهائية, إنه I need to enhance the quality of life of patients. كيف بدي أعمل لها enhancement؟ عن طريق إنه أنا بدي أضمن إنه هذا this medication is effective and safe. How I can ensure that this medication is effective and safe? هاي تأخذ خطوات. I have to interact مع the patient. I have to interact مع the healthcare provider. I have to understand the clinical condition تاع المريض. I have to go back and forth. لحتى بالنهاية أنت تتعامل مع المريض ومع المرض كإشي مختلف تماماً أو إشي جديد تماماً, وتتعامل معه باستقلالية. هذا اللي إحنا هلا صرنا نسميه individualized medicine. Okay. Individualized, يعني أنت تتعامل مع patient كمريض مستقل, حتى لو تشابهت أعراضه بأعراض patient آخر أنت بدك تتعامل معه كإشي مستقل أو إشي new case, totally need a different treatment, could be same treatment, but أنت you have to do your own homework لحتى تعطي effective medication and safe medication. إذا هذا المصطلح يا شباب, okay, اللي هو pharmaceutical care, ما يجى هيك عن عبث. It's not like haphazardly just introduced by literature. Okay. هذا المصطلح يجى بعد سنوات من الدراسة, من practice, التحديات اللي عم بتواجهنا. صار دور الصيدلاني, okay, بطل dispenser of يتيجي وصفة يوصفها. صار very advanced role لهذا الصيدلاني. طيب لحديت هلا إحنا يعني بلشنا to absorb this concept, okay, اللي هو الفارماسيوتيكال, وصلنا نطبقه بشكل واسع. و by the way يعني احنا يمكن نعتبره relatively new concept, لكن هو عن جد هو not a new concept, هو موجود من زمان, لكن the implication of pharmaceutical care, كيف احنا بدنا نطبقه, okay, كيف احنا نتعامل مع البيشنت, مع الهيلث كير بروفايدر, مع الكونديشن تاع البيشنت, مع الميديكيشن, اختار the best medication, اعمل monitoring للسايد افكت, اراقب الاوتكم, بالنهاية شو صار بالquality of life, did we achieve our target or did we achieve the goal of treatment لكونديشن معين عند هذا البيشنت. اوكي, اذا هذا الاشي قد pharmaceutical care زاد the responsibility على الفارماسيست, لكن كله بالنهاية in order to enhance the patient outcome واني اقلل السايد افكت على هذول البيشنت. طيب هلا مين منكم بسمع أو still do you like still hear the خلينا نحكي the saying إنه pharmacist هم مجرد they selling medications. لساننا بنسمع من هذه, يعني بعد هذه التطورات, بعد الرول اللي أنت أخذته كclinical pharmacist, advanced role, ووجودك كجزء من الفريق الطبي, you have to be with the physician, with the nurse, you have to be with all healthcare providers, different healthcare providers in a multidisciplinary, اوكي تيم, لحتى تاخذوا بالنهايه قرار لمصلحه المريض. هل بعد هذه التطورات وبعد تطبيقنا الفارماسيوتيكال كير بطريقه كثير واسعه, هل لسه نسمع انه الصيدلاني هو عباره عن بائد ميديكيشن؟ وات يو ثينك؟ مش زي قبل, بس اكيد موجود, يعني في فئه من المجتمع لسه بتعتبره هيك, بس يعني مش زي زمان, بحس تحسن الموضوع. اذا هو تحسن بطريقة دراستيكالي. هلا بالمستشفى ندخل دائما لازم يكون في clinical pharmacist, لازم يكون في عنا PharmD, إذا هو أصبح جزء, okay, very important component of healthcare team. ليش؟ لأن خلينا إحنا نرجع نسترجع what's the role of the physician, إنه يفهم, صح, إحنا نأخذ مواد اسمها pathophysiology, صح, هيك تأخذوا مواد اسمها pathophysiology, وظيفة
إنه يطبق هذا الباثوفيسيولوجي ويعطيني دياجنوسيس. وظيفة الفارماسيست إنه يطبق الفارماكوثيرابي، أوكي؟ يعطيني the best medication prescribed لكوندشن معين لمريض معين. أوكي، إذا نحن نطبق فارماكوثيرابي، فيزيشن بيطبق باثوفيسيولوجي، فيزيشن بيعمل الدياجنوسيس الصحيح، إنه إحنا نعطي the most appropriate medication. إحنا ما عمرنا درسنا هالسنوات هاي كلها والترينينج والإيرلي إكسبوجر للهوسبيتال للكوميونيتي والأور إنفولفمنت بالحملات الصحية لحتى نبيع ميديكيشن. So this is totally wrong. والناس اللي لسه they are convinced إنه we are just like selling medication. Okay, we can really convince them very easily. لكن نو as a pharmacist, okay, we understand the health condition. نحكي مع المريض. What's wrong? What's going on? عنده diabetes? H, نوع 1, 2, gestational diabetes. عنده blood pressure? Which stage of blood pressure? هل هو just started? ولا البيشنت صار له 10 سنين عنده blood pressure عالي؟ Okay, عنده other organ damage? عنده other acute condition بيعاني منها المريض؟ إحنا we start to collect data من عن هذا الموضوع. Then we start choosing the best medication. Okay, عنده ضغط؟ نيجي بنشوف the best appropriate or the most appropriate or convenient anti-hypertension لهذا المريض حسب عمره، حسب the liver function test، حسب the renal function test، حسب the complexity of regimen. هل هو بيحتاج دواء واحد ولا two medication؟ Do we have two medication in the same pill؟ في كثير أدوية يكون فيها مثلا ACE inhibitor مع diuretic، حبي واحدة. Okay, so هاي المعلومات كلها احنا بنجمعها. Then we get this evidence. بعدين نخترع على الفيزيشن، okay, or the practitioner or the prescriber, you know, this is the solution. This patient need this medication. This is the dosage. This is the indication, and this is the frequency. This is the counseling point. Everything. بيجي الفيزيشن بعطي هذا المريض الدواء اللي انت مثلا you are recommended. بعد هيك احنا بنصير monitoring بنراقب. طب اوكي اعطينا هذا الدواء للمريض، هل المريض الضغط تاعه تحسن؟ صار تقريبا 120 على 80، اوكي، او صار اقل، على الاقل من 130 على 90. هل البيشنت ستيل عنده سايد اند سيمتومز اوف ذا كونديشنز اللي هو بريزنتد لاست تايم؟ هل هذا البيشنت عنده مشاكل باخذ الدواء؟ هل في عنده مشكله بالكومبلاينس؟ اوكي، هل البيشنت تظهر عنده سايد افكتس معينه؟ إذا كل هاي الأسئلة أنت أصبحت بتمارسها on daily basis بالروتين. إذا أنت بتداوم حتى بالكلينيكال بالكوميونيتي فارماسي، إذا أنت بتداوم وجاك مريض وفرجاك الميديكيشن تاعيته وعملت adjustment واستشرت الطبيب، next time بيجي عندك مريض تسأله إنه how you responding، خلينا نقيس الضغط تاعك، let's see the blood sugar. هلا إذا شفت ما في تحسن، انت اوتوماتيكلي راح ترجع تحكي مع الفيزيشن، يو ريكومند تشينجينج بالريجيمن. اوكي، اجاك مريض حكى لك انا عندي سايد افكت اي كانت تيك ات اني مور، انت يو ريكومند ديفرنت الترناتيف، تحكي طبعا مع المريض، يو ريكومند بعدين تعمل فيدباك ذا نيكست فيزيت، تسال البيشنت هاو يو فيلينج ناو، ايفرثينج از ان كنترول. اذا انت هاي العمليه اللي انت اصبحت انفولفد فيها يمكن بدون ما تحس هي actually implication، okay، لمصطلح pharmaceutical care. إذا بدك تقارنها إنه إحنا كنا وصلنا وصفة ونعطي هالدواء ونعطيها للمريض، أكيد there is a very significant difference بين الرول تاعنا بالancient time أو olden the days مقارنة بالوضع الحالي. أكيد هلا إحنا we have an advanced role. عندنا اكسبرت عاليه، عندنا اكسبيرينس واكسبرت صرنا بالميديكيشن، بالديزيزز، بالانديكيشن، هاو تو بريسكرايب ذا دوزج المناسب لهذا المريض حسب نوع المريض وحسب استجابه المريض. اذا مصطلح الفارماسيوتيكال كير، اوكي، اذا حكينا احنا وي ار نوت سيلر انيمور، مصطلح الفارماسيوتيكال كير يعني ان ريل لايف سيتويشن فارماسيست ار بوت ان ذا بوزيشن اوف ميكينج ا ديسيجن. هلا إيماجن أنت لما تحصل على الديجري تاعيتك وتداوم في مستشفى، أوكي، وأنت أصبحت جزء من الـ التيم الطبي، أوكي، you making rounds، بتروح الصبح بتشوف المرضى تاعونكم، you start taking notes. هلا الفيزيشن gonna always ask
خاصة في هذه الأيام. We're gonna ask the pharmacist. We have this condition. How we can control the patient? He's in, مثلاً, in 2.5 milligram warfarin. His INR is this and that. How we can control it? What we have to do? The patient is taking 5 medications. Is there any drug-drug interaction? Healthy food-drug interaction? Then the physician or other healthcare, they are in bad need لوجود الصيدلاني معاهم to make the right decision. فأنت imagine إنه المريض يعني back in the days كان فقط physician بيشوفه بيعمل له diagnosis بعطيه الدواء بروح على البيت. هلا أنت you are adding extra player. هلا أنت بتضيف عامل آخر اللي هو الصيدلاني طبعا هو another expert in خلينا أحكي in care. أكيد هذا الإشي راح يكون لمصلحة المريض. إذا هلا صار عندنا physician بجانب المريض وصارنا أيضا صيدلاني. إذا we are not competing against each other. إحنا ما في عنا عملية تنافس إنه مثلا إحنا مع الـ other healthcare provider. No, we are supporting our decision. إحنا مع بعض. Okay. إحنا مع nursing, مع chiropractor, مع physician. We come all into one decision. والرأي تاعك راح يكون very very important. Okay. لأنه يعني إذا أنت مثلا شفت مريض باخد 10 ولا 20 medication okay, who gonna solve this problem غير أنت. أنت as a pharmacist or as a clinical pharmacist or as a PharmD they care of why this patient is on 20 medications. راح تبلش أنت because now your brain working in a very systematic based on pharmaceutical care content. راح يشتغل كالتالي. خلينا نشوف هذا المريض شو عنده acute condition, شو عنده chronic condition. اوكي هذول chronic condition خلينا نشوف شو medication باخذهم. هل باخذ one medication, باخذ two medications, هل في drug related problems. اذا انت the secret for your success او خلينا نحكي the secret for successful implication او implementing للpharmaceutical care هو انك تبحث عن medication related problems. مين بيقدر يعطيني مثال على medication related problems؟ مين بيعطيني مثال medication related problems؟ مين بيقدر يعطيني مثال؟ يا لو حكيت لكم إنه في مريض ماشي على دوايين أسماءهم مختلفة ولكن نفس ال ingredient, هل هذا medication related؟ هذا بسميه duplication صح؟ بسميه duplication. طب مريض دخل على المستشفى, احنا عادة نطلب الهوم ميديكيشن, شو كان ياخذ بالبيت؟ دخل على المستشفى وطلع من المستشفى رجع على البيت, وطبعا الوصفه الاخيره ما فيها مثلا اتورفاستاتين, مش واصفين له اياه المستشفى, يمكن نسيه, يمكن البيشنت ما حكى لهم انا باخذ بالبيت. هل هذا دراج ريليتد بروبلم؟ برضه يس اكيد. ليه؟ لانه صار في عندي اوميشن, صار في شطب. طيب واحد مريض اخذ دواء عمل وصف له 40 ملي جرام بير كيلو جرام, رحنا كتبنا له 80 ملي جرام بير كيلو جرام. إذا هذا غلط أكيد. هلا عم نعطيه إحنا بالضبط, عم نعطيه يعني عم نعطيه a toxic dose, could be a toxic dose, وإذا عطينا أقل could be subtherapeutic dose. يعني هو عم بياخذ medication وتخيل هذا medication antibiotic عم تعطيه dose الأقل, نحكي هيك إحنا عم we are helping the bacteria to develop resistance very easily. انت عم تعطي جرعات زياده, المريض ما راح عم يتحسن, بينما البكتيريا عم تتطور من ناحيه ريزيستنس اكثر واكثر. اذا فهمنا احنا الدراج ريليتد بروبلمز. اوكي صار في اوميشن, صار في دوبليكيشن, صار في دراج دراج انتراكشن, صار في دراج فود انتراكشن, اوكي صار في ديزيز دراج انتراكشن. لما نفهم هاي الدراج ريليتد بروبلمز بنصير احنا نحلها. احنا فعليا عم نطبق the way pharmaceutical care needs to be. Okay, إذا drug مهم إن أحفظ أمثلة أو أعرف what we mean by drug related problems. طيب the pharmaceutical care at the heart is about caring. هلا pharmaceutical care at the heart again we could find out what was really going on with the patient, pinpointing and identify the problems that may exist. هلا أنت تخيل حالك
you are working in a community pharmacy. أنت الصيدلاني المسؤول or you own the pharmacy or أو أنت staff pharmacist موجود في هال community pharmacy. Whether it's a dependent or like chain pharmacy أو صيدلية عادية. ويجاك مريض و he's trying to fill a prescription خليني أحكي له condition معين خليني أحكي osteoporosis ولا blood pressure عنده عالي فهو بياخذ له مثلاً metoprolol أو بياخذ له مثلاً candesartan مع another diuretics. هل أنت بتتوقع أنت راح تعطيه فقط تمسك هالوصفة بيجيب هالأدوية وتحطه على الكاونتر وتحكي له مع السلامة or what else you can do؟ شو من الأشياء ولا فعلياً هذا الإشي اللي إحنا لازم نعمله نجيب هالأدوية نحطهم على الكاونتر نأخذ ثمنهم thank you thank you. هل تتوقع هذا الإشي المثال اللي إحنا لازم نطبقه؟ لا طبعا لازم نشوف أي تداخل ما بين لازم نشوف إذا في تداخل بالأدوية ما بين الأدوية. لا بس أول إشي لازم أشوفه إيش هو شو معلومات المريض هذا نسأل يعني إيش بأخذ أدوية نسأل عمره شوف نبدأ الهيستوري في شيء تاني لازم أشوفه ممكن نعمل patient counseling دكتور ليلك أو إشي إجباري هذا طيب هلا في أربع شغلات أو يمكن خمس شغلات إذا أنا بشيك عليهم بشكل سريع جدا بياخذوا مني ثواني أوكي بكون أنا فعليا طبقت حرفيا the concept of pharmaceutical care. أول شغلة حكيت لكم patient إيش إجا presenting إيش خلينا نحكي مثلا high blood pressure okay he's a hypertensive patient أعطيناه دواء metoprolol or ACE inhibitor هل في مشكلة؟ إذا indication صح الدواء اللي أنت عم تصرفه هلا عم تعمله dispensing هو صح هو دواء ضغط مزبوط ولا لا؟ مزبوط الشغلة الثانية نعطيه هذا الدواء we check the dose لما نطلع على الدوز okay أنت بتعرف مثلاً the regular doses of this medication can diuretic ولا beta blocker ولا ACE inhibitor okay. هلا إحنا لما نعطيه هذا الدواء للمريض إحنا what we expecting شو تعريف pharmaceutical care إنه بالنهاية to improve health quality of life عن طريق إيش إنه يحقق أهداف إنه to achieve the health outcomes. إيش هم health outcomes لواحد عنده blood pressure؟ إنه ينزل الضغط تاعه. صح؟ يعني شو the definition of healthcare إنه يحقق الأهداف okay to fulfill the outcome health outcome معينة عندك ال goal health outcome مثلا بمريض عنده ضغط إنه أقلل الضغط تاعه. في goal ثاني عندي إذا أقلل الضغط تاعه لحتى ما يصير في consequences. إذا قللت الضغط تاعه وما صار consequences شو النتيجة النهائية بالهيلث بالفارماسيوتيكال كير you are going to improve the quality of life مزبوط لأنه أصلا لو ما عالجنا الضغط وصار في تضخم بالعضلة القلب وبعدين صار في heart failure هلا you can imagine the quality of life patient gonna live right after مزبوط طيب إذا أنا بتوقع لما أقيس الضغط لهذا البيشنت في نفس الزيارة أو بالزيارة the next visit إيش بتوقع الضغط تاعه يكون مرتفع وأحكي مش مشكلة هو already بأخذ medication ولا بتوقع يكون within the regular range إيش تتوقعه within the regular طب إجيتي يا زينب شيكتي بال next visit البيشنت بيعمل ريفيل كل شهر قست الضغط خليني أحكي طلع 150 على 95 قست مرة تانية طلع مثلا 140 على 90 أعطيته في مشكلة إيش المشكلة بتكون؟ إنه يعني مش مناسب الدواء إلا لأنه مرة بيرتفع مرة بنخفض أو إذن هاي النقطة الثانية إذا النقطة الأولى حكينا دواء وإنديكيشن صح دواء ضغط المريض عنده ضغط مزبوط يعني لو المريض يجي عنده سكري وعطيته ميتوبرولول I gonna put them a question mark. طب ليش؟ ما هذا دواء ضغط والمريض عنده سكري. إذا أول شيء إحنا شيكنا على indication. شغلة ثانية زي ما حكت زينب إحنا مشيك the effectiveness. شو يعني effectiveness؟ إنه أعطيته دواء ضغط. الدواء ضغط الضغط عند the patient نزل. مزبوط. أعطيته دواء سكري. الهيموغلوبين A1C صار within the normal range. الفاستنج blood glucose صار معقول. أوكي؟ عنده migraine قلل migraine attack.
إذا هذا بسميه effectiveness مو بسميه efficacy. efficacy إنه الدواء يعطي نتيجة إيجابية ولكن في المختبر. أوكي؟ لما يصير بالreal life يعني لما يصير تطبيقه حقيقي على الناس وعلى المرضى ببطل أسميه efficacy بسميه effectiveness. طيب إذا شيكنا indication صح؟ قست الضغط لقيته متى 135/85 أوكي؟ يمكن يكون معقول. الشغلة الثالثة سألت المريض هل في عندك side effect معينة؟ بيحكي يا يمكن هذا الدواء بيعمل لي مثلا continuous بخليني مثلا أدخل بdry cough very bothering بظني أقحقح dry cough بخليني مثلا بتقاطعني بالحكي يعني أني أدخل meetings بتخليني أستحي أحضر محاضراتي مثلا whatsoever. إذا هنا في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ في مشكلة. إذا عندي indication صح عندي effectiveness ممتازة ولكن side effect the safety هنا في عندي question mark. Either I suggest alternative بحكي للطبيب يمكن يكون بدها dose adjustment يمكن يكون مثلا في another reason للside effect اللي عم بصير كل patient أوكي عندي dry cough لازم أغير medication that's it. هون بكون أنا حققت safety. طيب إذا indication صح effectiveness مزبوطة safety profile is acceptable ما في the patient is not complaining of anything بس ضل في شغلة الشغلة الأخيرة إنه the patient مش مقتنع أصلاً بالدواء patient adherence فيها مشكلة. طب شو دخلني بال patient adherence خلاص أنا بهمني إنه الدواء صح والsafety صح والeffectiveness صح هل do need to be concerned about adherence Yes. أكيد دكتور إنه العامل النفسي كتير مهم بالعلاج يعني إذا هو يعني مرتاح للدواء أو مناسب إله وهو شايف هذا الإشي بساعد كتير بيكون effective أكتر بالضبط يعني imagine دواء cost like research and development أكثر من $1 billion وهذا الدواء أخذ 10 years of research and development and بحوث و experiences و trials بعدين جبناه على الماركت عملنا further research بعدين أعطيناه للطبيب وأعطيناه للصيدلاني they did further study أعطوه للpatient indication صح effectiveness صح safety صح ولكن the patient is not taking the medication تخيلوا يعني after all of this circle that cost a lot of money a lot of effort a lot of science input a lot of collaboration آخر شيء المريض ما عم بياخذ الدواء شو استفدنا؟ إذا we have also أنت الرول تاعك أنت سألت أوكي دواء ضغط أو عندك ضغط خلينا نقيس الضغط أو الضغط ممتاز أو ما في عندك سايد إفكت this is beautiful هل بتاخذ الدواء أو مرات بنسى تك نو I have to help you إني أذكرك I text you إذا بتحب بخلي السيستم الفارماسي يذكرك بالدواء ليش بقدر أعرف الأسباب why you are not taking the medication لأنه المديكيشن مثلا لازم أخذه 5 مرات باليوم أو 4 مرات باليوم أو 3 times a day إذن I might help him إن ألاقي له دواء يمكن مرة واحدة باليوم أوكي في أدوية مثلا تقدر تأخذها once a month في أدوية تقدر تأخذها once a year كله بيحتمل على patient يمكن the patient is not taking it due to financial إذن you have to be like aware بكل هاي الأسباب لما أنت تحاوط كل هاي الأسباب لما أنت تصير like aware of all these reasons okay try to fulfill the indication صح safety efficacy adherence ما في مشاكل أنت بتكون فعلا طبقت معنى the pharmaceutical care لأنه هلا فكر فيها أنت لما تعرف إنه the indication صح أو safety صح أو في مشكلة بالsafety راح تحكي مع الطبيب إذا صار في interaction بينك بين المريض بين الطبيب اوكي ليش بدي اعرف الافكتيفنس والسيفتي عشان احقق الاوتكم ايش هو الاوتكم الضغط انه ينزل يصير معقول الهيموجلوبين اي 1 سي يصير اقل من 7 المايجرين اتاك يقل الفيتامين دي مثلا كل حسب الكونديشن اوكي اذا انت عم بتحقق اهداف الثيرابي بالنهايه انت وات يو ار تراينج تو اتشيف اني ازيد ذا سيفتي ازيد افكتيفنس ازيد ذا كواليتي اوف لايف لهذا البيشنت إذا صرنا عارفين هلا شو الفرق بين the traditional pharmacy وشو الفرق بين the implication of pharmaceutical care ليش صرنا نحكي عن
the pharmaceutical care. So نحول كل إشي ل pharmaceutical care. ليش؟ لأنه the patient صار هو في مركز the center of care. The patient هو أصبح هو center of care. Okay. طيب هلا يمكن هاي من الأسباب اللي ذكرناها بشكل سريع إنه المريض يمكن بروح على 4-5 دكاترة يعطوه وصفات مختلفة. فإذا أنت كصيدلاني ما كنت قادر إنك تعرف إن هذول الوصفات متشابهة أو الأدوية هاي المختلفة متشابهة بالأكتيف إنجريدينت، أوكي؟ هون أنت المريض راح يدخل ب ب ب بريسك عالي، يصير عنده سايد إفكت، يمكن يتخلى عن الأدوية كلها بشكل عام، يمكن يفقد الثقة بال هيلث كير سيستم. Large number of medication. لما يكون مريض ماشي على 10 أو 15 دواء. You have to apply the meaning of pharmaceutical care. Okay. Indication صح. دواء صح. دواء موجود. ما في indication. I have to remove it. لازم أسأل. رح تلاقي مرضى. إحنا ياما لقينا مرضى ماشيين على أدوية. There is no indication. أو ماشيين على 2-3 medication for the same diagnosis. معناته يعني في duplication. Okay. إذن وجود هاي الأشياء برضو من الأشياء اللي أنت بتخليك أو تدفعك إنك تستعين بالفارماسيوتيكال كير أو تحتمل فارماسيوتيكال كير إشي كتير أساسي برضو بحكي لك patient playing a more active role. هلأ nowadays the patient can make a decision. هلأ تقدر تحكي الفرق بين adherence and compliance and concordance. بديكم تعرفوا الفروقات. Compliance, the patient have passive role. تعطيه الدواء وبروع البيت بياخذه زي ما انت حكيت له. Adherence, the patient بتدردش مع البيشنت. البيشنت بعطيك رأيه. بده يحكي لك تتفقوا على إشي معين. In the concordance, no. The role of patient gonna be more advanced. Okay, إذن هاي المصطلحات بديك تعرفت إياها. Okay, by heart. شو الفرق بين compliance, adherence, concordance. Nowadays, the patient role is active. بيجي المريض بيحكي لك أنا ما بدي ثلاث مرات باليوم أخذ دواء، بدي إياه مرة باليوم. Okay. يمكن البيشنت يرفض التريتمنت كلها على بعضها. Okay. Because we have to respect the patient autonomy. دكتور yeah. المصطلح الثالث كان؟ المصطلح الثالث شو كان؟ Concordance. Concordance. Adherence, compliance, concordance. إيش معناه كان؟ بدي اياكم انتم تعرفوا معناها. اذا ما عرفت معناها راح تنسوهم وراح اجيبهم بالامتحان. اوكي. Adherence, concordance and compliance. Compliance ما بدنا compliance. Compliance patient passive role. عنده passive. ما بيناقش الدكتور، ما بيناقش الصيدلاني. بده ياخده زي ما حكى له الطبيب او الصيدلاني حرفيا. This not gonna work at all. هاي الايام ما بيشتغل، لان المريض اصبح يعني involved في العملية الوصف الأدوية أو بالدواء المناسب لإله حسب وضعه الصحي، حسب قدرته مثلاً بشراء الدواء، حسب مثلاً الوجود أكثر من chronic condition عند هذا البيشنت. فضل عبد الله. دكتور كأنه concordance إنه المريض والدكتور اثنين بيقعدوا بيتناقشوا حاول يتوصلوا لأفضل مثلاً علاج أو أفضل طريقة للعلاج بتناسب المريض، كأنه إشي زي هيك. مزبوط مزبوط. أهم شيء إحنا نبعد عن موضوع الكومبلاينس. من اسمها، من تعريف الكومبلاينس، إنه إنك أوكي خلاص تأخذ أوامر، ما تبدي الرأي. أوكي. And this not gonna work. شو الفرق بين الأدهيرنس والكونكوردنس هاي؟ أنتي تعرفيها زينب. تمام ماشي. أوكي. Adherence والconcordance فيهم فرق، والcompliance والadherence فيهم فرق. Okay. كل ما كان patient involved في عملية health care decision، كل ما كان quality of life لهذا patient راح ترتفع. ليش؟ بزيد trust تاعه، بزيد following the pharmacist and physician order، بزيد الثقة تاعيته والbelief تاعه ب how this medicine gonna work. إنه أنا لما أددش مع المريض أحكي له هذا الدواء ضغط راح يقلل مثلاً الضغط، اللي راح يقلل سرعة القلب، راح يقلل يمنع مثلاً أو يزيد الإلاستيسيتي للأوعية الدموية، فبيقل الضغط على الكلى، بيقل الضغط والمجهود على الأعضاء الثانية، بيصير الجسم مرتاح. Otherwise
راح يصير في عنا الجسم need to pull more forces حتى يدفع هذا الدم على أنحاء الجسم. هذا الفورسز بتخلي الجسم يضطر إنه مثلاً القلب عضلة القلب تتضخم لحتى to meet the force، يعني الضغط زاد عضلة القلب لازم تتضخم حتى we need more force، بدنا قوة أكثر. هل القوة التضخم more and more more يمكن القلب يدخل في فشل نسميه heart failure. بعديها مثلاً there is no way back، ما نقدر إحنا نرجع العملية is not gonna be reversal. فلما البيشنت يصير ندردش معاه فبنحكي له في أدوية بتخفض سرعة القلب، في أدوية بتزيد الإلاستيسيتي تاعت الأوعية الدموية. لما إحنا نصير ندردش مع هذا المريض أوكي نحكي له the side effect the benefit all the aspect، والمريض هو اللي يقرر، المريض راح يشعر بأهميته في صنع القرار. هذا بنسميه autonomy. أوكي the patient autonomy إنه هو إله دور فعال. حتى البيشنت إذا حكى لك أنا ما بدي أتعالج actually we cannot enforce him. ما بنقدر نجبره إنه يتعالج. هذا النموذج الصحيح لعلاج المرضى. فبشكل عام تعريف الفارماسيوتيكال كير بتوقع صار واضح، الفرق بينه وبين الترديشنال فارماسي صار واضح. Our role بالcommunication مع البيشنت مع الفيزيشن نعرف الانديكيشن الافكتيفنس سيفتي ادهيرنس صار برضو واضح، وكل هاي الامبريلا خاضعة تحت الديفينيشن تاع الفارماسيوتيكال كير وأهمية وجود الفارماسيوتيكال كير، لأنه زادت الكومبلكسيتي تاعت الأمراض، زادت الكومبلكسيتي تاعت الميديكيشن، زاد دور المريض بعملية صنع القرار. كل هاي الأمور تدفعنا أو they are very we have to become very motivational حتى إحنا نطبق معنى الفارماسيوتيكال كير. في حدا عنده أي سؤال؟ طبعاً فارماسيوتيكال كير أحيانا بسموها ميديكيشن ريليتد، لأنه أتأكد إذا ما الإنديكيشن مش صح إذا في مشكلة بالدواء، إذا الجرعة مش صح في مشكلة بالدواء، إذا المريض مثلاً عنده سايد إفكت إذا في مشكلة بالدواء. إذا الفارماسيوتيكال كير هو عبارة عن ميديكيشن ريليتد وعبارة عن كير ريليتد. أوكي I have to care about the patient. I have to give him the proper care in order to achieve the health outcome. وبالنهاية هو عبارة النقطة الثالثة، إذا الصلاة لساته موجودة، النقطة الثالثة هي عبارة عن the outcome. I have always to achieve the proper outcome عشان أحقق the quality of life. The outcome بيعتمد على the disease. Okay؟ حدا عنده أي سؤال ليلي؟ هل صار عندنا معرفة بتعريف the pharmaceutical care؟ آه دكتور. هل صار المصطلح واضح بالنسبة لكم؟ آه الحمد لله. إذا صار لنا المصطلح pharmaceutical care صار عندنا إحنا، يعني إذا هلا أنت بتعمل مثلاً job interview مستشفى وبيسألوك أنت فقط تذكر your role in the pharmaceutical care بتطبيق implementing and applying pharmaceutical care. Indication صح، دواء صح. Effectiveness معناته الدواء عم بيشتغل، patient عم responding لهذا الدواء. Safety ما في مشاكل. بالضبط. يمكن يكون drug مع drug، يمكن drug مع disease نفسه، يمكن يكون drug مع الفود اللي بياخذ المريض. Okay. بالنهاية the patient adherence. Okay. And they have to teach. عشان هيك إحنا بنسميه counseling and education. Counseling إنه أعلم المريض عن الدواء تاعه. Education إنه أعلم المريض عن الديزيز تاعه. Okay, I have to teach the patient عن الديزيز تاعه بسموه education. Counseling لازم أحكي له عن medication. كيف بيشتغلوا؟ شو side effect؟ طبعاً شو side effect إحنا بنحكيها للمريض دائماً؟ The common side effect زائد the most serious side effect. ليش بنحكينا على common side effect؟ لأنهم هذول عادةً very common راح يحدثوا. وإذا حدثوا البيشنت ما راح يخاف، بالعكس راح يحكي أوه هاي سايد افكت حكى لي عنهم الصيدلاني وعم بحدثوا معناته the medication is working. ليش بحكي عن سايد افكت؟ عشان نتجرب to avoid the serious outcome. Okay as simple as that. طيب أنا انبسطت بالحكي معاكم، بكرة إن شاء الله راح أعطي برضو كمان محاضرة، بلكي صرنا هيك كل أسبوعين ثلاث مثلا نعمل محاضرة وجاهية أو كل شهر عملنا مثلا محاضرة زي هيك، يعني خلينا to keep in touch
اوكي عشان مثلا بكون اسهل بالتواصل، اذا حد عنده سؤال، اذا حد عنده مثلا فكره معينه نقدر نطبقها. بكره ان شاء الله راح احكي للدفعه اللي ما حضرت اليوم برضه عن تعريف فارماسيوتيكال كير، يمكن نسحب اكثر شوي بالسلايدات، والاسبوع الجاي برضه بنعطي الجزء الثاني من فارماسيوتيكال كير. يعني هو موضوع كثير بسيط ولكن we have to understand it very well، لكن لازم نعرف اهميته. ليش هاي الايام احنا بدنا، ليش هاي الايام ما بزبط يكون الدور تاعك فقط dispensing medication؟ why؟ because لانك اصبحت انت جزء مهم بالضبط. ليش صار يعني لانه زادت التحديات على الصيدله، زاد دور المريض في اخذ الدواء، زاد احتياج المريض الدكتور للدواء. هلا بتفتح انك تبحث عن دواء بالليترشر، راح تلاقي لا راح تلاقي 1000 او 1500 ريسيرش عن هذا الدواء. ما حدا عنده وقت انه يبحث ب 1500 ريسيرش لحتى يعطي الدوز المناسبه، ولكن الصيدلاني عنده المهاره الكافيه، عنده سكيلز كومبتنس عاليه لحتى يحكي لك هذا الدواء كيف مناسب لهذا البيشنت، ان وات دوز، ان وات فريكوانسي، وات سايد افكت لازم نحتاط منها، شو الرينال فانكشن لازم يكون تاعه، شو الليفر فانكشن لازم يكون، شو الاذر ميديكيشن لازم افويد، شو بالنسبه للبريجننسي، اوكي للبيدياتريكس الى اخره. فموضوع فارماسيوتيكال كير، اذا كنت انت بالكوميونتي فارماسي او بالهوسبيتال فارماسي، انت اولويز يو غانا ابلاي ات، اوكي وير ايفر يو جو. تحكي انه فقط بدك تعمل ديسبنسنج للميديكيشن، ذيس از نوت غانا تيك يو اني وير. اتفقنا؟ تمام دكتور. اذا ما حد عنده اي سؤال، انا حكيت يعني بس كنت حاب احكي هالمقدمه عن فارماسيوتيكال كير كتعريف، ودورنا كصيادله، دور الاطباء، واحنا دورنا بالنهايه انه تو سبورت الديسيجن ميكينج. وحبيت احكي لكم لمحه عن الدروج ريليتد بروبلمز، تعرفوا عنها امثله، في كثير كثير امثله عن هذا الموضوع. اذا بتعرف الدروج ريليتد بروبلمز انت بتصير فعليا بتطبق ذا ديفينيشن اوف فارماسيوتيكال كير. بيان كنت بدك تحكي شيء؟ لا دكتور. طيب اذا كل شيء كويس معناته معطيكم العافيه، وان شاء الله بنشوفكم فيري سون. هلا السيلبس بتوقع اذا بده يصير تغيير راح يكون تغيير بسيط على توزيع العلامات، اما كسيلبس المواد ممتعه، يعني topics very interesting، بتوقع احنا راح نكون بحاجتها. يعطيكم العافيه وشكرا لحضوركم، شكرا جزيلا لحضوركم.